والله يعني هنا ما أريد أعلق نعم بصراحة، يعني لأنه أمر مؤلم، لكن مرات كثيرة الشارع يتحدث خلال القصف التركي يقتل بعض المواطنين من منطقة معينة من العراق وتقوم القيامة، لكن مرات أخرى نعم يقصف وتقصف الأراضي ويقتل أهالي المنطقة القرويون، تنتهك الحرمات والدولة ساكتة. يعني للأسف يعني حقيقة حتى التعليق على هذه النقطة يحسسنا بالإشمئزاز نعم وبالألم أيضا. يعني نعم كلامك صحيح، يعني نحن نرى جهات عراقية متعددة، أولا عندما يكون القصف من دولة معينة من إيران مثلا هي تسكت بل وتشجع مرات كثيرة، نعم وعندما يكون القصف وانتهاك سيادة الدولة العراقية من جانب دولة أخرى في هذه الحالة تركيا ترتفع الأصوات، طيب عندما يكون الضحايا من منطقة معينة من العراق نعم ترتفع الأصوات، وعندما يكون الضحايا من أهالي المنطقة لا أحد يهمه الأمر. يعني حقيقة أعذريني أن أعلق.